انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. المبادرة هي بتدعو للتضامن مصممين الأزياء المصريين ضد الغلاء، وطبعا الأستاذة نشوى هي اللي عاملة الإيفنت دوت. أنا اتفاجئت إنها بتكلمني في التليفون بتقول لي شيم إحنا عايزين نعمل حاجة خير جدا، إن في ناس بتقول إن الأسعار غالية قوي والأسعار بتعلى كل مادة، فإحنا عايزين نخاطب طبقة معينة من الناس إن إحنا نطلع بمنتجات مصرية ونقول إن إحنا نقدر نعمل تصميمات بسيطة بأسعار حلوة، أو إن إحنا نفتح الدولاب عندنا نشوف إيه عندنا ممكن نكون إحنا مش بنلبسه ونحطه الناس ممكن تبقى محتاجة تلبس ده. فقلت لها يعني الفكرة غريبة شوية بس أوكي، يعني يعني حاجاتنا، قالت لي هو أنا عايزة أعمل فكرة الحاجة اللي أنا مش بستخدمها ممكن غيري يستخدمها ويستفاد منها وأبيع أكتر من قطعة واشتري اللي أنا عايزاه. فعجبتني قوي الفكرة. فالمهم قلت لها طب يا نشوى طب هنعمل إيه؟ قالت لي طب سيبيني الأول أظبط ونتكلم. فجأة لقيت نشوى بتكلمني تقولي أنا حجزت القاعة وفي سبونسرز كتير جدا نازلين معانا والموضوع بيكبر وبيكبر وبيكبر والناس عايزة ترابيزات ومش عارفة إيه. انبسطت جدا من الفكرة. المهم لقيت قلت لها طب بصي أنا مش هقدر أنزل بهدومي أنا الشخص يعني كهدوم مستعملة بالنسبة للإيفنت هتبقى صعبة، بس أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أنزل بالحاجات اللي أنا كنت بلبسها في البرامج التلفزيون او اني كنت بلبسها وقت الفوتوشوت وانزل بيها، بحيث ان برضو تبقى الحاجات شكلها مش متهان والحاجات دي اوريدي الناس شافتني اصلا لابساها وانا مش مكسوفه وانا بقول ان انا ببيع حاجه بتاعتي انا ولبستها مره او مرتين وحطاها، وطبعا لازم يبقى في مصداقيه للقصه دي. المهم فنشوى قالت لي طب تبقى فكره حلوه قوي، طيب يلا مش عارفه ايه، طب انت ما عندكيش حاجه من الكولكشن بتاعك تقدري تنزلي بيها؟ انا زي ما انت قلتي مصممه ازياء تراثيه، فالشغل بتاعي هيبقى يعني غالي شوية على اني انزل احطه بالاسعار اللي نشوى قالتها 100 او 150 جنيه از ماكسيمم 150 جنيه. يمكن الشغل اليدوي بيبقى تقيل في تصنيعه فما اقدرش اجيب واحدة يبقى ممكن يوميتها 100 او 150 جنيه على قطعة قماش على تفصيله، في الاخر اقول لها لا معلش احنا هنبيع القطعة. يعني انت كده بتهدي شغل ناس عاملين وتعبانين فيه. انا لا جايبه بانر ولا اي حاجة خالص، أنا نازلة على أني إنسانة عجبتني الفكرة وعرضة شوية حاجات من عندي والله يعني بتتلبس ومحترمة جدا ومش متهانة، وبخاطب ناس عايزة تنزل تشتري ومش قادرة تشتري على الأسعار. يمكن ده اللي أنا أقدر أعمله، يمكن غيري يقدر يعمل أكتر من كده، بس أنا النهاردة شام بس من غير أي حاجة وده اللي بقدر أساعد بيه. وعجبني فكرة التضامن إن معانا النهاردة أكتر من ديزاينر وأسامي كبيرة وكلنا حاطين إيدينا في إيد بعض وبنقول ضد الغلاء. انتي وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.